مساء الخير، صحة شربتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. عدد جديد من فكرة سامي فهري، تحية خاصة للفرقة الموسيقية فرقة مزيكا بقيادة المايسترو خالد بن عيسى. شكر خاص كذلك للمرقوم على الديكور المزيان في كل سهرات رمضان. فرحان برشا باش الليلة تكون حصة مميزة وحصة خاصة بعد النجاح الكبير لمسلسل قناة الحوار التونسي أولاد مفيدة، نجاح كبير لمسناه من خلال نسب المشاهدة، من خلال تفاعلاتكم، من خلال كيف آراء المختصين والنقاد. فرحان برشا اليوم باش تكون حلقة خاصة واستثنائية، باش تكون معنا لأول مرة المخرجة سوسن الجمني. أولاد مفيدة ثلاثة باش يكونوا موجودين معنا لأول مرة، نضال السعدي، نسيم زيدية، وياسين بن قمرة. باش نستقبل بحب كبير الفنان القدير فتحي الهداوي. مرحبا بكم، مشاهدة طيبة للجميع. كهرباء تمشي وكهرباء تجي، جولف تمشي، جولف 6 جي. الكهرباء نتاعنا موجودة على ذمتكم، تنجموا تشاركوا في لعبة السيارة وتربحوا الكهرباء هذه اللي قيمتها 77 مليون و980. سهل برشا، تبعث SMS عليه حرف A على الرقم 85810. إن شاء الله يا ربي السيارة هذه تكون من نصيب واحد من المشاهدين اللي تفرجوا فينا توا. حظ سعيد للجميع. رمضان السنة عايد في دارك، معانا تنجم تربح دار مساحتها 128 متر مربع قيمتها 370 مليون، دار في إقامة الريان إيموبيليار شعبان حي النصر. ما عليك كان تبعث حرف A على الرقم 85811، A على الرقم 85811. حظ سعيد للجميع. رجعنا لكم كما العادة مع دبارة جديدة مع جديدة بنا على بنا. الحاجة الباهية أنه جديدة لي روسيت متاعها الكل تلقاهم على انستغرام وعلى باش فيسبوك جديدة بنا على بنا. الجمعة هذه روسيت في المتناول، روسيت بنينة، روسيت استثنائية. كما تعرفوا غدوة باش ندخلوا في الجمعة الأخرى متاع شهر رمضان. بالمناسبة جديدة تويتكم بروسيت حلوة برشا، روسيت استثنائية، روسيت زوزة، روسيت بالنسبة للي يحب يحضر حلو العيد وحده في الدار، روسيت هذه حاضرة مع جديدة. الروسيت كان عجبتكم تنجموا تلقاوها على جديدة فيسبوك، جديدة انستغرام، جديدة بنا على بنا. ما تنسوش باش تشاركوا معنا في لعبة أصل البنا، مالا عاودوا الوصفة في دياركم مع الوصفات الأخرين، صوروها مع برودوي جديدة وبرتجيوها على رابط أصل البنا.com، هو الرابط هدايا الظهر أسفل الشاشة. احنا ملتقانا السبت الجاي مع دبارة تجدد مع جديدة بنا على بنا. المسلسل الحدث أولاد مفيدة، صناعة التميز، صناعة النجاح. شكرا للناس اللي تبعتوا، شكرا لأنكم اخترتوا قناة الحوار التونسي باش تتابعوا رحلة الأبطال الكل. تحية خاصة لكل نجوم العمل. فرحان الليلة باش نستقبل بحب كبير وباش يتجمعوا لأول مرة من أجلكم أنتم أوفياء قناة الحوار التونسي وأوفياء فكرة سامي فهري أبطال أولاد مفيدة الثلاثة، ياسين بن قمرة، نضال السعدي، نسيم زيدية. مرحبا بكم الاولاد. وبيك هادي عايش صح. انا ديليجي في الجروب دونك نحب نتكلم انا. واخيرا التصويره تلمت واكتملت، محليكم مع بعضكم. عايشك عايش في المسلسل، انتم اخوات في الدنيا، انتم اخوات 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 كيف كيف. اكثر من اخوات، اكثر من اخوات. انا بلي صغير هادي نتمنى يكون عندي زوز اخوات ولاد معناها، والحاجه هذه ما جاتني كان في المسلسل هذا الحمد لله. جاوني زوز هاك تشوف معناها. نتمنى ما مش هكا. ياسين مرحبا بك. وبيك يا جي
واخيرا كركرته بسيف كركرته بسيف. شوف احنا عملنا تحدي مره في انترفيو انا وياه شكون باش يجي شقط لك صح طالب باش يجيب صح شقط لك قلت لك باش يجي صح امانه ركعته كهو الاولاد نحب نشكركم برشا برشا ونحب نقول لكم اللي احنا مستمتعين على الاخر انه العمل الاول من غير منازع معناتها تلاحظ انه اولاد مفيده تشاف مليح الناس حبته الناس تعلقت به الحلقه الاخرى الناس تشوف فيها فما شكون قال كانوا يستنوا في المفتي باش يقول على ليله العيد نسب المشاهده ما نعرفش قاعدين نشوفوا ولا لا وصلنا لليوم الاكثر من 120 مليون مشاهده على اليوتيوب معناتها تطلعوا في التوندانس الاولاد في تونس في المغرب في الجزائر تطلعوا في التوندانس في ليبيا قطر. تطلعوا في قطر تطلعوا في الامارات تطلعوا في مصر تلعبوا في المضمون معناتها عارفين انه يكفي انك تكون موجود في التشكيله نتاع اولاد مفيده راك سي باش تكون الاكثر مشاهده في رمضان. لا لا ما عندناش الكونفور هذيك ما عندناش لا بالحق نحن بالعكس هو ثم غيباليتي راهو حتى في الجروب هكا ما تشوفش اصحاب وكل شيء ما شكون يحفظ اكثر شكون يعمل البيرفورمانس الاقوى شكون ما يعاودش اكثر مرات النضال هاي لا لا الحقيقه الحمد لله سني نجاح كبير 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 وفرحانين برشا الحقيقه سني الناس كل حطت في قلبها معناتها هي في تو بور كو سوا بارفي ساوسن تلاقيت بينا بالكدي مش احنا برك ما تلاقيت بالعبيد الكل بالكدي الناس الكل حتى في قلبها على خاطر زاد سيمي بور كي سوا فيير بور كي سوا غوش تخموا فيها انتم تبدلوا وتخموا فيها بيان سور بيان سور يا في بلان دو فما برشا حاجات اللي خلات السنه الناس الكل حتى في قلوبها ساوسن تبارك الله لا ديريكسيون داكتور ما فماش مجال انكم تغلطوا ها؟ اي لا برشا ستريس برشا ضغط ريسبونسابيليتي كبيره معناها خلاها لنا سامي دونك كل واحد عنده كالمسؤوليه اللي لازم يخدم دوره بالقدا وهو قبل ما يتوقف معناها ان شاء الله ربي يخلص وحله ديجا قبل ما يتوقف لمنا الكل في طاوله وقال لنا راهو ماهيش باش تكون ساهل المسلسل هذا راهو فيه برشا ايموسيون فيه برشا خدمه معناتها لازمكم تخدموا بالقدا. ياسين في الشاشه التونسيه باستثناء خدمه خدمتها مع عبد القادر الجربي نوجه له تحيه هي مليحه ما نشوفك كان مع سامي فهري. لا مش كان مع سامي فهري، اما سامي فهري إلي بلو بروفيسيونيل، معناتها سامي يكلمك قبل بعام، يقول لك العام الجاي عندي مسلسل، ماذا بيا كان تبدا معايا، دونك أنا سي ياسين من قمرة معناتها ريزيرفي للمسلسل تاع سامي، ومن بعديك راكم شفتوا معناتها مكتوب 4 سيزون، ولاد مفيدة 5 سيزون، سي نورمال مش كي تبدا عندي اون كونتينيتي وبالكوب هذيك ما عادش نجم معناتها نمثل في حتى مسلسل آخر. تعقل روحك هنا والله شو نقول لك انا ما نعقلوش لهنا تبارك الله هما سنين صبية هكاك اكثر من اللي هكا ياسين خدمت حاجات متفرقه عربيه خدمت حاجات عالميه فرصه للناس اللي ما يعرفوا ياسين بن قمره كهو كان من خلال اما مكتوب والا اولاد مفيده فيتير صغير باش نوريو الادوار اللي خدمتها لبرا واللي فرصة باش نقولوا انه ماكش واخذ تمثيل معناتها فرفان معناتها مركز فيه. الحمد لله. الحمد لله. ياسين بن قمره. ومن هنا يا سادة؟ كيف حالك بعد الهزيمة؟ ماذا سأفعل أمام حظك؟ ليس حظا بل مهارة. وهل قرابتك للسلطان الغوري حظ أم مهارة؟ وهل قرابتي للسلطان هي من تطلق سهم الفوز أيها الخاسر؟ أم أنك فاقد الوعي؟ ها؟ العودة معنا إلى القاهرة. لولا ما فعله ذلك الخائن خير لكنا الآن نطارد بن عثمان وجيشه في دياري. الغوري. الغوري هو سبب هزيمتنا. الآن اهدأ. لزا شو ما تعرفوهمش انتم من ملك النار و لا انا ما تفرجتش انا في باريش عمل حاجه اخرى بخلاف لا ما كي نتذكر فيهم برشا تعب لا ترانسفورماسيون فيزيك تاخذ برشا وقت تاع اللحيه ساعتين والشعر ساعه خدمت ياسين زاد على العربيه نتاعك في العمل هذه انا قريت في مدرسه معناتها
في ابتدائيه تاعنا معناتها نقراو بالعربيه ونحكيو بالعربيه بركة معناتها انا الفرنسي بديت نقرا فيه من تخوزيام اني بريمير كيما العباد الكل. قول مش قاري ملامحك قاري لا ما تونسي وصنع تونسي محلي 100% زاد ما عنديش به. الحدث كان نهار الاربعاء الحلقه الاخيره نتاع عبد المفيد هو باش نحكي لك نحن النضال عمل لك لما صغيره باش نتعشاو ببعضنا باش نتفرجوا في الحلقه الاخيره باش نوريك اللي نحن زاد هاو نعرفوهم وعودناهم لي سيكونس هذوكم 100 مره وباقي عندنا كيفاش اكل لونفي مش تتفرج في الحلقه وتقعد تستنى فيها هكا نحبوا نتفرجوا ايه معناتها عندنا احنا زاد كيف ما العباد يتفرجوا كل احنا زاد نحبوا نتفرجوا هكا ونستناو ويتفرج في المسلسل ويروح للدار يزيد يحط في التليفون يتفرج ويسهر ليله كامله هو يقص في لي سيكونس نتاعو ويهبط فيهم على الانستغرام ويبدا يعشق في روحه في الكهرباء ويتفرج هكا هكا يموت على الحكايه هذه هذاك باش نصلح اغلاطي ونتحسن وهذاك نضال نضال معروف انه هكا يدقق على التفاصيل الكل بيرفكسيونيست لا لا مش بيرفكسيونيست يموت على روحه هكا نضال تنبروا على بعضكم معناتها لا جمله هكا تو احنا نبروا على بعضنا هكا شكون ملك التنبير فيكم؟ الكل شوية لا لا نسيم لا خاتيني هو أقل شوية أقل واحد أنا بالعكس لا لا كل نبرة على بعضنا معذبين بعضنا ما بالبيه جاتكم مساجات في الحلقة الأخرى جاتكم تليفونات الناس شحكيوا لكم نبدأ نسيم برشا مساجات سيرتو متزاير البلاد الشقيقة برشا برشا حيو دا يوغ تزيريل يتفرجوا فينا الكل ويصد خي تخي تخي نمبرو أنا قاعدي برشا تزيريل يتفرجوا فينا ونلي رمرسي ونحيوهم برشا بس في سبيكتاكل غادي هاو قول لك مشيت عمل سبيكتاكل في عنابه وتعدى كوبلي وجاو به اما بالحسب مساجات العباد ياسر يفرحوا وياسر يهزوا المورال معناتها تحس التعب اللي تعبته والخدمه اللي خدمتها في الاخر عطات احكي لي كيما شنو شو المساجات اللي جاوك شو يقولوا لك الناس؟ قدمت بالقدا سيزون هذه خير من القبل ووليت ممثل به يعطيك الصحه من سيزون لسيزون قاعد تقدم معناتها حاجات يفرحوا على الاخر فما مساجات يضحكوا زاد من نوع من نوع فما شكون اللي يقول لك بعث لي ميساج بعد الحلقه اسمعني راه ولدك هو في عينيك لازمه وراي مرتك ماتت البركه فيك ساعه قبل كل شيء ننصحك تهز خواتك وتقطع مثلا اكزومبل ياسين هم الكل يشكروا ويشكروا في نضال ونسيم اكثر يبعثوا لي انا ويشكروا في الاولاد يقولوا قل نضال راه خدمت وانا يبعثوا لي انا يشكروا في ياسين من نوع اطرف المساجات أعترف ليه هما الكل حقيقة سيدي ميساج كوريكت معناه يشكروا أما يحبوا من سيزون 6 بدي فما كونت عرضني البارح اسمه رجل سامح الله يرحمني اش قولك تاع البوليس اللي قتلوني تاع البوليس اللي قتل بيت نضال أنا وفيت ما نعرفش كان في بالك شنو صار لي نهارة الحلقة الأخرى دوك نتخيل خاطر فما برشا دي تاغ في لي ستوري وكل شيء في انستغرام الكونت انستغرام نتاعي وين تشوفك فوزا مونسيوني دون لا ستوري تشوف وين ماركي تبلوكا تبلوكا جمله تبلوكا بوندون 18 حاجه هكا ما نجمتش نشوف شنو العباد تكتب ما نجمتش نشوف شنو العباد فيش ماركيني وكل شيء بلا في ليغ دي شامبيون كريستيانو شو يعمل في ليغ دي شامبيون في الفينال شو يعمل كريستيانو كريستيانو ما عملش ولاد مفيد ليه كيف ما قلت لك برشا مساجات دونك تبلوك الكونت انستغرام جبت شي مساج انا ما كنتش قبل نصور ما كنتش نتفرج في ولاد مفيده كنت بعيد على الحاجات هذيا نعيش فيها سنين تبعته خاطر برشا يتفرجوا قلت خلينا نتبع يا اخي نلقى روحي مشدوده بالسيف ما عندكش فكره كل حلقه فيها مساج يزعزع الجواجي ان غران برافو ا توت ليكيب اولاد مفيده 2020 خطاب على الباب 98 دي شوز كي ريستورون غرافي دون لا ميموار دي تونيزيان افي نسيم وانت تقرا في السيناريو وتجيك الاوراق اللي الاولاد وانت منهم الشخصيات باش يتحاسبوا شعور شنو هو؟ عجبتني القصه بالعكس بالعكس خاطر هما ولاد مفيده معناتها كي شفناهم عملوا معناتها كل واحد عمل برشا حاجات خايبه وعمل برشا حاجات باهيه دونك في الاخر كي باش يتحاسبوا معناتها تمشي سي باهيه الحكايه فهم برشا نباره نبروا علينا دونك هذوك الكل نتصورهم يسكتوا معناتها كي يشوفونا احنا تحاسبنا الكل ياسين وقت اللي تعرف انه ولاد مفيده ناس حبتهم وناس قالت انه يلزمهم الناس هذوما يتحاسبوا على خاطرهم ماهمش شخصيات سويه في المجتمع عندهم الحق سي با دي زيكزامبل او ميم تان ماهمش كيفاش نقولوا معناتها نموذج يكون معناتها نموذج ولا بالعكس اللي تعمل هكا ها وشنو هي النهايه نتاعك فهمت
حسيت على بدر ولا ليه؟ لا اما فرحت اللي تشنق هو باش نقعد انا وياه واحد شنقتك اي هاني جاي يا خي طلعت حلمه طلعت حلمه طلعت حلمه ركز معايا توا طلعت حلمه هل فعلا النهايه حلمه اخر لقطه حلمه حلمة حلمة من بعد من وقتاش يحلم حلمة أبخيتو زاد اللي قاعد يصير لنا كل ذا حلمة السوكسي كيف ما هكا حلمة بوغ سي دون لو كادر دو حلمة بينك وبين روحك آه. انت تحبوا يتعاقب ولا ليه يلزموا يتعاقب يلزموا يتعاقب جريمة ومش نابورت كال جريمة معناتها حساسة على الاخر قتل بوليس بيان سور يلزم يتحاسب هذيك حاجه واضحه وباش يتحاسب معناتها كان جيت في الدنيا واحد باش يتحاسب في الاخر ومن بعد اسكو باش يتحاسب في الدنيا ولا هذاك موضوع اخر من وقتاش تحلم؟ من وقتاش نحلم هذا هو السؤال هذا هو السؤال هذا هو السؤال تونس الكل تحب تعرف من وقتاش فما برشا فما برشا مش قال لك ما فما المخدة ذيك اللي قام منها قال قولوا لي وين هذيك المخدة تو نقول لكم من وقتاش رقد فما برشا قال لك رقد في البلاصه هذيك دوك الحلمه من غادي بديت الحاجه الباهيه انه فما كواليس الداخل الكواليس هذيا ضامره على الاخر نشوفوا كواليس اولاد بوفيده Terminator. La Bogosette. Voilà. La famille. Voilà. L'équipe. L'équipe. Voilà. نحيت على التليفون العودة ولا تعبت القابلة وترشنية ولا ايه؟ حبيبتي انا لسه زيد Vas-y. لا باش نقول لك حاجه ريت على قد ما انا صعب مع رواحنا في البلاتو وقت اللي تقول اكسيون المخرجه نوجه لها تحيه سوسن على قد ما قبل نبدو نفدلكوا ونضحكوا الجو في البلاتو عندنا
كيفاش نقولوا عائله عائله بالحق اوني اون فامي ونحبوا بعضنا على الاخر لامبيونس سي تري بون الناس كل عامله جو مع بعضها جيماجين كو سا سو ترانسمي زيد في الخدمه في المتفرج مع ليكيب والممثلين مع ليكيب والتكنيك والممثلين واحد واحد المخرجه انا نعمل فيهم ليكيب حتى هو زيد نحبوا بالحق نحبوهم برشا وتو وليت نعرف يا عمر عندي فاش تقاسم وقت اللي تقول لي شد بلاستيك تو وليت نعرف شوف احنا فهمنا حاجه انه المسلسل ما عادش مسلسل يتعاش في التلفزه كهو ولا حديث الناس سواء في الشارع في وسائل التواصل الاجتماعي الناس تحكي على الشخصية نسيم إبراهيم عند الناس ها إبراهيم إبراهيم ولد مفيد ولد مفيدة ولد مفيد بني موسيقى تسمعها كلمة ولد مفيدة تعجبك ما تعجبكش والله تعجبني على خاطر معناتها كان يمشي عيطولي بإبراهيم ولد مفيدة معناتها بالحق ما تشوفوني عايش الدور على الآخر معناها بيرسوناج إبراهيم هذاك يصيروا لك طرايف في الشارع ولا لا؟ يصير برشا تصاور وبرشا عباد يحبوني نوجه لهم تحية وبرشا عباد تشجع فيا ياسين ولد مفيدة موسيقتها في وضنك كيفاش؟ واحد قاعد كسمع بدر بدر ديما هكاك الساعات أمي تغلط لا الحقيقة لا أمي تغلط بالدور القديم الياس الساعات الياس أما تو بدر لا برشا ساعات الدور القديم الدور القديم أما شكون أما تغير من مفيدة تغير من مفيدة؟ شوية برشا حتى أمي شوية شوية كانت شوية واي سان انا مفيده قبل ما تبدا امي تقوم تبكي فما الغيره زاده من لا الحقيقه ما حسيتهاش انا ما حسيتش معناتها فما غيره ما استنعت كي تروح للدار مش تعمل في مش الغيره اللي الغيره معناتها مش الغيره هذيك غيره معناتها ما تحبش تقول تحس بتاعي تبدا تمشي معاه في الشارع مثلا تمشي مع امك يعيطوا لك يا ولد مفيده ما يعيطلكش يا ولد فهمت هذيك اش يحسوا ما يحسوا هذيك قالوا لي راه ولدي هذاك ولدي انا كي كنت معايا وحيده دريدي تقول لي وليدي ثلاثه معناتها انتم عندكم احساس على الاخر على الاخر بعضنا بالحق ما عندك حتى فكره قداش بالحق نحبوا بعضنا وقداش نحسوا اللي اوفيت عندنا العائله نتاعنا مثلا يسمع عنده مرته وامه وكل شيء هذيك عائلته فما عندنا اون دوزيام فامي وبالحق عائله ثانيه ونحبوا بعضنا كيف ما نحب انا اختي مثلا كيف ما نحب ياسين ونسيم باش نعملوا لعبة خرجنا للشارع سألنا الناس مجموعة من الأسئلة متعلقة بكم أنتم أنتم باش تطلعوا باش تجاوبوا يلا باش نلعبوا مع بعضنا لعبة طلع شكون به نبدأ مع المواطن الأول أو المواطنة الأولى فرشة أولاد مفيدة إي تبع فيه شكون من أولاد مفيدة ثلاثة يعجبك خليه باه اوكي نشوفوا شنو قالت بدر بدر راجل وصعيب وحذار ذاك اللي كتبوه ما انا نفذوك ما راجل في الدنيا زاد طونسيون نشوفوا المقطع الموالي تتفرج في اولاد مفيده نتفرج في اولاد كل من شخصيات ولاد مفيدة ثلاثة تشوفوا يشبه لك ترخى شوف ما يكون كان هذا ما يكون كان هذا هو أعطيونا بايرم شنو هو فيه بايرم شبه لك هو يعرف صبر شو يعرف دونك بايرم قداش عرس عرس مرتي عرس مرتي كتب صديق على حسنة وكتب صديق على سميح المقطع الموالي فرش في أولاد مفيدة؟ اي شكون من أولاد مفيدة ثلاثة اللي يعجب؟ ذي نقول نسيم أنا أقول ذي نسيم ذي ياسين أعطيونا؟ هدي بالبافيت نسيم زايدة علاش يعجبك نسيم؟ خاطر عاقل وواحد ينجم يتحكم فيه خاطر ساهل وتنجم تتحكم فيه نسيم مش إبراهيم سمعت نسيم نعطينا؟ كون من أولاد مفيدة ثلاثة تشوفوا يشبه لك مش هتلعب بايرم مش حد بايرم مذكر امشي بايرم يعجبني ياسين هذاك بدر علاش تشوف ياسين اللي هو يشبه لك والله ايش باش نقول لك تحب الحقيقة بالنسبة لي أنا ذاك باك الباندي وحنين كيفي أنا بالضبط معناها أنا بيدي هكاك باندي وحنين
فما اخلاق عاليه وفما زاد ديسبلين. الى هاك قال صحيح، تم ديسبلين واخلاق عاليه، هذاك اللي بيه الفايده. المواطنه المواليه فرجت في اولاد مفيده؟ اي نتابعوا سيزون 5 تبع فيه الكل. شكون من اولاد مفيده ثلاثه يعجبك؟ ياسين البنات الكل ياسين، هذه كبيره عليك البنات الكل ياسين برك. شحاتي النضال ياسين باه شحاتيت بيرم. شنو فيه بيرم يعجبك؟ تحفون هكا وفيق، حتى كي تفرج ما تغلقش منه، ديما فما جو كل شيء في المسلسل، هو اللي عامل جو. نحن مهدين فيق وعامل جو. هذه قمرها لو جو عليها في الفيسبوك. هو حتى في الدنيا عامل جو ديما، معناه يختلنا بالضحك في البلاتو تباي ديما. نشوفوا الاخرانيه بالكل. تفرجت في اولاد مفيده؟ تفرجت. شكون مولاد مفيده ثلاثه يعجبك؟ ذي والله ماذا بها مش تقول ثلاثه هذه. أنا نقول إن شاء الله تقول أنا. لا لا مش تقول ثلاثة. إيش حطيت نسيم؟ ياسين. ياسين باه؟ الثلاثة يعجبوني. علاش يعجبوك؟ كل واحد كل شخصية فيهم تمثل ولاد تونس. ولاد الحومة. ولاد ال كيفاش يقولوها؟ رجولي. يعرفها راهو قتلوا باش يقولها ثلاثة. ورس أمي والله ليه والله أما ظاهر زهر قال ثلاثة جات ثلاثة هاي الخبرة. الأولاد شكون أكثر واحد فيكم مغروم بالتطيب؟ يظهر لي ياسين. ياسين شوي شوي يظهر لي أنا طيب لي ديجا مقرونة مرة بنينة على الأخر. مخماخ أنا شوي هناك. مخماخ أنت مخماخ ولا ليه؟ أي أي مخماخ أنا مخماخ بالحق. شوي 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 كاش مع الماكلة. لا مش الجمعة هذه باش نعملوا رحلة مع المزرعة، المزرعة اللي باش تقدم لنا المرقاز نتاعها، مرقاز دانت، فيه أسرار المنتوج وخاصة فوائد الدانت فيتير المزرعة. يقع تعليق الدانت تاج باريتاج على منصة متحركة في إكليراج سبيسيال، إكليراج بلو، أقل أجيتاسيون وأقل ستريس. عمل التعليق اللي تصير فيه اون ريسبكتون لي بيانات الانيمال، يجيو لهنا مرحلة البيعة، البيعة سهلة بالسكينة في اتجاه القبلة بدون حتى سوفرونس للانيمال. بعد الذبيحة الداندي يعدي 4 دقائق ايكوتاج للحصول على لحوم صحية يمكن حفظها. كمل الداند مراحل الانتاج بتاعه مدة 20 دقيقة ومدة 10 سوايع تبريد وتشييح باش يكون ماتوري ويحضر الخس للوندما. بعد ما تذبح الداند بالليل حسب لي ميزور دو سيكوريتي اليمونتير نتاعنا يعدي الدانت مختلف المراحل نتاع القص في ماكينات سبيسياليزي مدة دقيقتين فقط ديكور رومي اللي هو يمثل 30% من الكركاس اونتير واللي منه نستخرجوا العديد من المنتوجات كيما الهودو كويس كيما الفيلون كيما الهابرة كاملة ستيك كاملة والفخذ هذايا دونك نستخرجوا منه اللحمة الحمراء اللي هي غنية اون فير وتكون سو ديفيرونت فورم من هابرة كاملة من قطاع مقصوصة من دي ترونش. لحوم ديكورومي هي لحوم ذات ميزه غذائيه كبيره برشا لانها تعوض كريمون اللحوم الحمراء واسهمها في متناول الجميع. تحتوي على اقل نسبه من الدهنيات، اقل من 3 اضعاف الى 5 اضعاف فارافور اللحوم الحمراء، واقل من 30% من لحم الدجاج. هي غنيه بالاملاح المعدنيه والفيتامينات كما الفيتامين بي 12 سهله الهضم وسريعه التحضير، خليها في نفس الدرجه هي ولحم السمك، فهي لا باز دو لا ماتير بريمير بور لي برودوي ترانسفورمي نتاعنا كما المرقاز والشاورما والهامبورغر دان. المرقاز دو داند نتاعنا متكون من لحم الفخذ الديكورومي، اهم حاجه في طريقه الانتاج نتاعنا هي الكنترول نتاع المواد الاوليه اللي نستعملوها وتاع طريقه التصنيع، نحافظوا ديما على درجه حراره منخفضه في اللحم اقل من 4 درجات، ونثبتوا زاده حتى في التمبيراتور نتاع لي سال دو ترافاي زعما ما يفوتوش 10 درجات، ونثبتوا في النظافه نتاع الماتريال والنظافه نتاع اليد العامله. لي كونترول هذوما يقوم بهم قسم المراقبة الصحية نتاعنا اللي هو متكون من تقنيين ساميين وعلى رأسهم دي فيترينير باش نجمو نعطيو منتوج صحي وصالح للاستهلاك. دونك نبداو نخرجوا اللحم نتاعنا من الشومبر دو ستوك ونثبتوا في درجة الحرارة نتاعو خاطرها ايتاب مهمة. التثبيت نتاع درجة الحرارة مهم ياسر بالنسبة لنا نحنا خاطر المرقاز لازم تخدم تمبيراتور طايحة باش ما تتكثرش الجراثيم، يعني اللحم ما يزموش يفوت 4 ل 6 درجات، ومن بعد نجمو نتعداو للإيطاب اللي بعدها اللي هي عملية الخلط.
العمليه هذه تتم في الاله اللي تشوفوا فيها قدامكم، تحطوا فيها اللحم نصبوه بعد ما نثبتوا فيه نعاودوا نصبوه ونصبوا معاه لي ديفيرونت انغريديون افيك ان اوردر بيان بريسي. لي انغريديون اللي استعملوهم جينيرالمون في المرقاس كيما التراديسيونيل نتاعنا هي روسيت ديفلوبي من المزرعه. الفحات نتاعنا سي دي زيبيس سيليكسيوني باش تعطينا ديما نفس المطعم نفس اللون. مستار نستعملوه هو مصران علوش، والتعبيه هي التعبيه التقليديه. شيف دالي مرحبا. هادي شحوالك؟ لاباس. سافا لاباس. اليوم عجيجة مع العجة فما كل شيء. كل شيء وخاصة المرقاز نتاعنا. ولا مرقاز دودانت تاع المزرعة. علاش الاختيار على منتوجات المزرعة؟ كي عملت فيزيت للمعمل تاع المزرعة دونك تشوف برشا حاجات هايلة، تشوف برودوي نظيف، تشوف ناس تحاول تخدم في حاجة نظيفة، دونك هذاك علاش ما اخترت كان منتوج المزرعة. مرقاز دودانت مخدوم بدي مخصو دودانت كيف كيف هبرة وحاجة أخرى زادة كيف كيف المصران العلوش، دونك كي تشوي ولا كي تيب تشوفك المرياج نتاع العلوش والدان دونك حاجة هايلة هايلة. بنينة على المرياج هذا؟ بنينة 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 على الأخر. ناخذوا شوية مرقاز كيما قلنا. شوف هادي بارك الله كعبيت المرقاس خشين ولا خشين معبين بالكدا واللون نتاعهم احلاه وي خاطر الفاح زاد كيف كيف فاح تراديسيونيل فاح عربي فيهم فاح عربي ولا الكعبه تحسها غنيه وي وكيف كيف زاد هادي ما يذوبش ما يذوب معناتها متصغرش لا متصغرش الكعبه بيان سور صوص طوماط نتاعنا حاضره ولا فاحنا اللي هو سهل شويه تبلو كرويه ما كثروش برشا فيه خاطر كيما قلت لك هادي هو ديجا فيه الفاح فاح نتاعو بنين وشويه كيف كيف ريسه عربي خليهم هكا يبقوا شويه خليوها لين تغلي هكا شويه وناخذوا العظم اوفيتا شفت الريحه كيف تخرج الريحه فيها برشا تبارك الله ياسر بنينه باش ناخذوا عظم اوفيتا ولا العظم هذا كيما قلنا غيش فيتامين وفيه كيف كيف زاد الأوميغا 3 دونك باش نفقسوا كعباد العظم مع هوبا فوالا هذه هي العجيجة نتاعنا باش ناخذوا توا هكا دي غونديل تاع فلفل يبدا موزوز شوية باش نحطوهم في الأخر وشفت المرقاز مي ما معناتها ما تصغرش الكعبه تقعد تصغرش الكعبه كيما قلت لك هذه هذاك الكل علاش على خاطر هو مخدوم بدي مخصو كيف كيما قلت لك خبيله نتاع هبره لا فيهم لا شحم لا حتى شيء معناتها انسان يتقلق من البقري ولا من العلوش ولا ينجم يستعمل المرقاز هذا مش محروم من المرقاز كيف كيف سومو زاد في متناول الناس الكل موجود في لي غران سيرفاس موجود كيف كيف في بوتيك المزرعه ولا صحيا نتصور حاجه باهيه صحيا بالقدا بالقدا ومتعمل معناتها دانت شو ياخذوا ستيك ولا ياخذوا دي مخصوم تاع هبره دي مخصوم تاع هبره يبدا لا فيهم لا شحم لا فيهم لا غريس لا حد شيء ويتعامل بهم صحي صحي 100% واللي عنده مرض ولا اللي يعمل في ريجي ولا شدد رجله حاجه هايله برشا العظام نخليوهم كعباد هكا مروبين شويه نزيدوهم شويه هذه ولا حاجه ماهوش مشكل انا بالنسبه لي العجه مبنيه على زوج حاجات المرقاز نتاعها ولا كيما شوف كعبة العظم اللي لازمها تكون مروبة اللي تكون مروبة باهي هذا كيما نعرفوا عظم موفيتا اللي هو اوميغا غيشون اوميغا 3 ريحة المرقاز بنينة ياسر لا بالحق ريحة بنينة ياسر الدريساج نتاعنا ولا صلي على النبي هايلة والله مصلي على النبي شوية بصل مفوخ اي رشة المعدنوس ونذكر انه العجه هذه معموله بمرقاز ولا كما قلنا مرقاز دودان هذايا المزرعه لا فيه لا شحم لا فيه لا حتى شيء مخدوم دي مخصو كما قلنا نتاع هبره والفاح نتاعو فاح طبيعي طبيعي تراديسيونيل شهيتي وانتم في الدار تنجموا تجربوا وتنجموا انتم اذا كيف كيف تعملوا العجه نتاعنا وتجربوا المرقاز وان شاء الله يا ربي يعجبكم ونذكر انه المرقاز هذا موجود في لي غون سيرفاس كل بوتيك المزرعه زاد والاسعار نتاعو في متناول الناس الكل ميرسي بوكو باش نعملوا انترفيو باش نشوفوا كل واحد فيكم قداش عنده من الشخصيه اللي مثل فيها نعملوا مع بعضنا انترفيو انت كيما ياسين انت كيما بدر في اولاد مفيده ساكوتي ومكش اجتماعي ساكوتي وي اما اجتماعي لا
ماهوش اجتماع. لا اجتماع ماهوش اجتماع. اسمع اش تقول انت؟ نظام نظام اش معناتها اجتماعي؟ سوسيال بلعتو نشوف كي كنت نشتري النوح. باهي نظام قول انت كيما بيرم ضامر برشا نكته حاضره وعندك برشا قبول مع البنات. عندي برشا قبول مع البنات. علاش مع البنات؟ ساش بيك لك وانت خلينا نبداو بالجزء الاول. ضامر وفضل ضامر ما نعرفش اسم الاولاد. انت ضامر على يفضل لك برشا فضلك نفضلك. عندك القبول مع البنات ولا لا؟ عندي القبول ممكن اسمع انا عندي عنده نجم نجاوب عنده برشا عنده اكثر من قبول. نسيب انت كيما ابراهيم في ولاد مفيده كي تحب تنجم تضعف قدام المراه اللي تحبها وتولي شخصيتك ضعيفه بالطبيعه. لا ما نحبش لا شكون يحكم فيا لا نحب انا نحكم في شكون. نتصور في رولاسيون باش تكون ناجحه وماشيه بالكدا ما لازم حتى حد يحكم فيها. هذاك شنو اللي لازم يصير؟ لازم اما انت في طبيعتك في طبيعتك اذا تحب امراه والمراه هذه تكون متصالحه. انا كي نحب هادي نحب وكي نحب مستعد نعمل برشا تضحيات على خاطر العبد اللي نحب. ممكن انت تنجم تشوفها ضعف اما انا بالعكس نشوفها قوه خاطر كان الواحد باش يوصل يطيح من روحه على خاطر العبد اللي يحب ماهيش حاجه سهله معناها حاجه صعيبه. ابراهيم يتكلم. ابراهيم يتكلم اقسم بالله شوكي. ابراهيم يتكلم. ياسين انت كيما بدر في ولاد مفيده ما عندكش الزهر مع النساء. لا في هذه نوقفك. لا عندي زهر مادام عندي واحده من احسن النساء في تونس وفي العالم من ثم عندي زهر. نضال كيما بايرن في ولاد مفيده ما عندكش تاخذ امراه بصغيرها وبين ظفرين تقالت برشا الكلمه في المسلسل هجيله. لو كان عندها فلوس ياخذها. لا ما عندي حتى قلق معناتها مراه هجيله مراه مطلقه مراه بصغيره معناتها سي با سا لو بلوز امبورتون. هي المراه شنو تسوى هذيك مش عندها واش ما عندهاش. نسيم انت كيما ابراهيم تنجم تاخذ امراه مقربعه معناتها كيما صديقه انت وتقربيعه نتاعها تقربيع زينه. بزاد الواحد مش باش ياخذ مراه يروح للدار يلقى كبي نهار كله وهي ساكته تعزيها تقبل العزية. لازم شويه تقربيع لازم شويه روح. اما حدود تقربيع وين معاك؟ سادي بو هني قلت لك انت وتقربيع فما تقربيع من تقربيع تقربيع زينه. لا لا تقربيع بايرن. اي برقعت تقربيع بايرن. ياسين انت كيما بدل في اولاد مفيده سبورتيف ولا ليه؟ شوي شوي شويه بدر كيف ما ياسين مش يزيد من بدر سبري عايش في سال دو سبور ساعه ساعه يروح لداره مش قديش تعدي ساعه في قاعه الرياضه؟ نعم من السويعه نهار بعد نهار. ها؟ نوم. لا نحب نترانا نحب لونترينمون نترانا هكا وهو باهي. حتى عندك قديش تترانا؟ من عام 99 نون ستوب. انت كيما بدر في اولاد مفيده تنجم اذا ارتكبت جريمه بسقيك تمشي للبوليسيه. هو كان ما فيق بيا حد بسقيا نقطع. لا ما لا انا كيما بدر نمشي. تعلمتها من عند عبد قالها قدامي مره الهروب مش نتاعنا. يفو افرونتي لي شوز. نضال تو يعرف روحه. نضال انت كيما بايرم انا عرفت تنجم تاخذ امراه امك مش موافقه عليها. ما صابوا سوين حتى هذه كيف كيف كان عندها فلوس. خرجني ماتريز جانا تحت اقدام الامهات. اما انا امي تعرفني عندها فيا ثقه تعرف شنو ربيت وتعرف ولده. دوك نتخيل كان انا باش نختار امراه ونقول هذيك مرتي امي باش توافقني مات. اما قلبك ساعات ما شنو ما يشاوركش. فما قلبك ما يشاوركش ما زاد ما ينجمش قلبك يمشي في حماته في حاجه اللي ما يلزمش يمشي فيها. في الحب قلب والعقل. عقل 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 100% زي. ياسين في الحب قلب والعقل انت قلب وعقل 50-50 القلب اكثر شويه. نسيم كيف ما ياسين القلب والعقل الزوز. انتم كيما اولاد مفيده تنجموا توشموا في بدناتكم موشمين عندكم دي تاتواج في بدناتكم ولا لا؟ لا. ياسين ضد ما تحبش طولة اما لعل نهار اخر ما نعرفش
مش جوي برشا. انا وقت نحب نوضح حاجه وقت في معاك في الغجو ما قلتش انا ضد التتواج ولا ضد العبيد اللي عندها التتواج. قلت انا ضد اني انا تو نعمل تتواج بوغ لانستون ما عندي ما نعمل كم تتواج. انا نحب نعمل تتواج اما ما نحبش حاجه تقعد لي افي هذا في ماذا بيا لو كان يحملوا تتواج نتاع عام 6 اشهر تولي بيا. زينه اذا كان تحب ياسين تعمل تتواج شنو تكتب فيه التتواج هذا شنو تصور فيه؟ ميرسي بايرم. لا انا خو بايرم. ميرسي نيذا انا خو بايرم. خو بايرم نكتب فيه معلش شي بلوتو كليسيني التريبال لا حاجه تريبال. نسيم انا كان جيت نعرف راني عملت التتواج بزيت ما نعرفش. انت تحب التتواج ولا لا؟ نحب وما نحبش فرد وقت. نحب نعمل تتواج ما مازلت مانيش عارف شنو باش نعمل دونك مازلت مانيش مخمم فيها الحكايه تو. اي حضروا رواحكم توا باش نعملوا ديفي ما بيناتكم ثلاثه. ايوا ولاد مفيده التحديات. كهربا تمشي وكهربا تجي، جولف تمشي، جولف 6 جي. الكهربا نتاعنا موجوده على ذمتكم، تنجموا تشاركوا في لعبه السياره وتربحوا الكهربا هذه اللي قيمتها 77 مليون و980. سهل برشا، تبعث اس ام اس عليه حرف ا على الرقم 85810. ان شاء الله يا ربي السياره هذه تكون من نصيب واحد من المشاهدين اللي تفرجوا فينا توا. حظ سعيد للجميع. تحديات أولاد مفيدة، ثلاثة أولاد موجودين بحذانا باش نعملوا مع بعضنا مجموعة من التحديات. تحدي الأولاني تحدي الطاولة، تحدي الميزان. ركح الطاولة، مطالبين باش تحافظ على التوازن متاع الطاولة هذه. كل مرة واحد فيكم باش يحط حاجة من المكعبات اللي غادي من غير ما نمسها جملة من الطاولة من غير ما تمسها. يلزمك تحط من غير ما تمس الطاولة ويلزم الطاولة ما تطيحش. اللي باش يطيحها الأخراني هو اللي باش يرتكب جريمة القرن. نبدأ مع جريد العش. طب ركز مليح راي ماهيش سهله. سهله و ب ياسين من بعد زيت بوين. رد بالك ياسين، رد عليه عليه عليه. نضال فيسع فيسع يا نضال. ها فيسع نضال فيسع يا نضال. برافو صحيت صحيت. ما بدو ما بدو ما بدو ما ركو. بكل ثقة في النفس بكل ثقة في النفس. ياسين فاش تعمل فاش تعمل. اسمع راهو ما تبداوش هكا تستعرضوا برشا في العضلات راهو. برافو سايمه. يا برهومه كعبر كعبر ياسين. ليه 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 زيد زيد زيد. ليه 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 عليك مهبول انت مهبول. سيد كعبرته. ليه ياسين ليه علاش شو بالحق والله ما نعرفش اذا التوتر يجيكم لدياركم كيما قاعدين نعيشوا فيه هنا. ليش مس ليش مس ليه هو اللي بربشها. ليه ليه انت ما ريتوش. لا ما سي با نورمال والله سي با نورمال. هذه الوحده ديجا الكابل ديجا لعبة اللي تفرج سافا فار الكابل هنا. اوكي نجيو للعبه الثانيه. اي جو لا نعاودوا ذاك. تعبيو السميد 100 جرام ما تحطوش في الميزان بعد ما تكمل تحطها قدامك. شكون اللي بالحق عينه ميزانه 100 جرام؟ هذا يلزمها ايمن ولد الحاج ده.
القهوة ب 760 غرام. 760 غرام. عندي واحد لازم يتعلم راهو تعلم من اغلاطك في الدنيا توا باش نتعديو للعبه الاخرى. اي سيدي فرد وقت ثلاثه ياسين يربح ياسين انت الدوبل نتاعهم ياسين مش مشكل ياسين باش يهز شنو الدوبل نتاعك عاد خير كان الدوبل نتاعكم يهز يهز مش قلت ضربته ما نلعبش انا جامش هيدي جو سوي ديزولي عندي فراكتور دو ليغامون كرو ليغامون كروزي راني في باليد الاخرى لا لا باليد الاخرى لا مانيش قويش انا تهز هكا وتخلي بالوقت واحد اثنين ثلاثه توب يا من خير هكا ولا هكا اه سي توب يسير راهو ينجم يعيش هكا باش يكون في بالك معناتها ركز ركز والله نسيم ركز فيكم ياسين شدد ورقه غالي بالركز اطلق يدك بالقدا اسمعني راهو احنا كل واحد عنده سبيسياليتي نتاعو الزين وبوغوس ومسكولاسيون وانا التمثيل مش ما خليت لي عرفت اي نضال نضال ماهي سهله راهي بالحق اللي في دياركم ماهي سهله جربوه جربوه اطلق جربوه زوز كيلو زوز كيلو اربعه كيلو هادي والله انا جيت لهنا باش نحكي على لا كونستركسيون دو بيرسوناج ونحكي على جوستومون لو ترافاي هكا اون بروفوندور على هذاك تكنيك في التمثيل واحد على هذاك قاعد نحكي على البروفوندور معاك طلع راهو مش طلع راهو وين طلع هكا سهل هاي بشوف هذايا في فكرة سامي جاي نتاع نهار الاربعاء هذول لا نظرا لضيق الوقت نوقف المسابقه لا 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 بديت بديت كمل نظرا لضيق الوقت بقواكم بقواكم انظر شو شكون قعد الاخر بالوحده شكون قعد اللي سماكم ولاد مفيده يا ناس يتفرج شكون قعد في يدو اللي سماكم ولاد مفيده ماهوش غلط مش نعمل حتى باسبوع واحد راه هكا هل هل واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة برافو ثمانية تسعة خمسة عيط ليه؟ هاي نزال هاي نزال راهو نزال قوي أنا خاتيني واحد اثنين ثلاثة أربعة جامد عاد بيديك صحيح ست غلط سبعة ثمانية تسعة عشرة أكثر منك 11 12 13 14 تعرف تعرف خلينا نعملوا ثمانية ثمانية خاطر انا ما نجمش نعمل اكثر من ثمانية ما طيح لي سكوري توا ما زادناش بعد هنا بس هو يفوت يا حلو
شكون فيكم عنده أكثر متابعين على إنستغرام؟ أهو بيه نضال مبروك الزوز ملايين عايشك. دايوغ نحب نشكر العبيد اللي تابعوا فيه الكل اي اون بارتيكولي لو جروب ماتا لي جروب دو فان اللي موجودين الكل ماتا الحمد لله فما برشا بوكو دو سوتيان جاي من بليزيور باج نضال سعدي فولورز نضال سعدي لوفرز نضال سعدي ارمي نضال حاسلو برشا بليزيور باج كي مابورت بوكو beaucoup de soutien au coach Ayoun Oshkorom. Inch'Allah, on est en train de se c'est une responsabilité. Nous savons que les gens ont été en train de donc, c'est une responsabilité. Inch'Allah, Omri Manor, je les influence. C'est une responsabilité. Après tout, ma t'as 2 millions, ou à les 2 millions, tu influences beaucoup de personnes. Donc j'essaie de dire j'essaie d'être exemplaire, bish menez, je l'habite fitne, voilà, je les influence pas, fait haja khayb. Yassine, qu'est-ce que tu fais l'Instagram? Chouye. Chouye, ma t'habes? Non, moi je m'en habes, mais n'khdem, ma t'as, andi, meni je dis, ma l'Instagram. Ma haja t'okhra, n'amala. Plus important donc. Pour le moment, on a dit qu'on a marqué, on a essayé de faire ça. Mais Yassine, tu n'as pas de savoir, tu as 97 tasseurs comme ça. يزي فيه البركة أخوي مكش على عيني الخوف تفرج ما شاء الله عينين وكل واحد وكل وراء وكل بدن كيف يزي عاب تصور بشي بشتحر لي انا شي بشي وليهو يزي تيزي ما ست سنين وانا بك الكوب هذيك راهو كنشوف المنظر فيا في يصير الايام نسيم انستغرامك يمشي ويطلع يمشي ويطلع سنة تقريبا عمل البيك بتاعه انتو ماركيتو في برشا فازيت 525,000 ويزيدوا تحفل برشا وقت المسلسل ياسر انت تهبط تصور وقت المسلسل معناتها تحسسني انستغرامك عالمك المسلسل بالاساس معناتها ليه ليه والله ليه عليه اما بريود التورناج مكثروا برشا من ستوريات معناها شكون فيكم معرس؟ ياسين قداش من عام معرس؟ ثلاث سنين باهي العرس استقرار ورياضه باهي الحمد لله استقرار ورياضه مشجع العباد الكل مش تعرس شكون فيكم التمثيل ماهوش خدمته بالاساس ماهوش الخدمه نتاعو مش خدمتي ما عندي خدمات اخرين نعملهم وكاو دونك عندك بعد تمثيل بالاساس نعمل حاجات اخرى خدمات اخرى انا نقرا انت تقرا خليتك وهو يمثل وانستغرام هو يمثل يمثل وينشط ويعمل دي سبيكتاكل خليه وما خذ جوايز ما ياخذني بعير اذا نعرف نسيم خليتك تقرا في الباك شو عملت مع الباك؟ عملت سينما عملت سينما خليت الباك خليت الباك عملت سينما دونك تقرا شنو سينما تقرا ممثل تقرا تكنيسيان تقرا مخرج تقرا نقرا تو سكي رياليزاسيون مونتاج وبريز دو فيو اما مازلت ما عملتش سبيسياليتي عام الجاي ان شاء الله عام الجاي في نهار وتخرج انت ولد مفيد بالك شي ما مش عارف والله اختي تفادليك والله بالحق جو فو لونكوراجي نسيم على الاخر على خاطر سو برون ما اي برون لي شوز تري او سيريو دايوغ يظهر لي اكثر واحد حفاظ فينا اكثر واحد يجي حافظ il prend les choses très au sérieux خدام على الاخر معناتها موهوب وما معناتها il ne se contente pas من le fait qu'il est موهوب قاعد يخدم constamment باش يتحسن وقاعد نشوفوا فيه يتحسن و c'est très agréable de travailler avec lui وعلى ذاك نحب الحق نشكره انا الحاجه اللي عجبتني زاده مستوى التطور اللي عملوا exactement évolution كبيره ياسر ومازال يشوفوا هكا سوسن وسام يمشي يزيدوا يكتبوا له اكثر ويزيدوا يصعبوا له اكثر لسان وان شاء الله يفوتنا انا ونضال ان شاء الله شكون فيكم يحب على جزء سادس من اولاد مفيده؟ كيف نتصور نتخيل هيك نتصور ومسلسل تبارك الله ناجح كيف ما نحكى وكيف ما نحكي لك قبيله عائله وكومبيسيتي موجوده بيناتنا و ما ونتصور للسيناريو تو مش هو اللي ضربه صحيح تو تخيل يحلم في الحبس منين مش الديماري الحكايه هذا اللي باش تحكي فيه بعد شويه مع المخرج اساسا نجمني اللي باش تكون معنا اول مره باش تظهر في الميديا نشكرها برشا على الثقه اما قبل ما تجينا اساسا خلينا نتعرف كل واحد فيكم على زاويه عندنا ثلاثه كراسي احنا معروفين في البرنامج هذايا بالفقره اسمها فقره الكراسي كل واحد فيكم باش نحضروا له كرسي حسب الشخصيه نتاعو دونك باش نعملوا قرعه كل واحد الكرسي نتاعو نبداو مع ياسين نشوفوا الكرسي نتاع ياسين بن قمره ياسين انت محضرين لك كرسي الطفوله ياسين بن قمره على كرسي الطفوله
كرسي الطفولة. وانت صغير الكرسي هذا تعرفه ولا ليه؟ ما تذكروش. ما تذكروش. من عام قديش ياسين؟ عام 85. برجك شنو؟ دلو. دلو. شخصو. شو ما الخصال بتاع الدلو؟ دول أحسن عباد يقولوا. يقولوا أحسن عباد. شنو عيوبهم؟ طيبين برشا. فيك منهم؟ عندك هكا طيبك اللي تخلي الناس معناتها ينجم يستغلوها؟ يستغلوها زاد نفيق شوية زاد مش يستغلوها ليه أما بلاش يستغلوها بالباهي زاد. مش لازم كان علاش ديما تحب كان الخايب؟ نحن نعيشوا في مجتمع اللي على نيته يمشي في السقين. نخليها على ربي أنا. تحس روحك ناجح في الحياة؟ ديما واحد يقول الحمد لله ومن بعديك ونعم بالله ان شاء الله ديما واحد يتطور ديما ويطلع ديما يمشي ابعد. عندك اخوه؟ عندي زوز بنات اخو. انت الكبير؟ لا انا صغير. مدلل عشت؟ شوي شوي مش برشا. ملامحك اجنبيه، ما قلت انه انت عائلتك تونسيه ابا عن جد. ابا عن جد. وين تولدت؟ في حي الخضر. وين عشت؟ منزة في الازبيكات، ترعرعت في الازبيكات. عائلتك كانوا لبس عليهم وانت صغير؟ الحمد لله. الحمد لله. نورمال. عشت عادي؟ عادي على الاخ. عملت وتعمنا ولتج الحاضرة، عملت شخصية خير الدين باشا. هل فعلا يعني عندك نسب من البيات؟ اي جو سوي ان ديسوندون ديريكت. نتاع مصطفى خزندار اللي في الدور سامي وقت حدني انا خير الدين باشا هو اللي كان كملنا وسيناريو يقول خير الدين في الاخر مش هو اللي مش يدخل مصطفى خزندار للحبس. مفارقه غريبه. هاي. عشت وانت صغير فقدان الوالد. وقتاش توفى ابوك؟ عمري 7 سنين. 7 سنين. استوعبت وفاه الاب وقتها؟ وقتها ليه؟ خاطر امي ما خلتني ناقص حد شيء. امي اعطتني الحب نتاع الام ونتاع عوضت البو. تنجم الام تعوض البو؟ تنجم. راهو نساء قويين راهم عند الامات كي تعرف اللي هي مش تعوض الدور نتاع البو وعندها الدور نتاع الام اون باغاليل ما تخليش. صور مع الوالد في ذهنك موجودين مرسومين؟ بالطبيعه. نتذكره بالطبيعه كما هي واحد. اجمل صوره؟ كنا نمشيو نذكر اكثر بلاصه نمشيو لها في السيف نمشيو للنابل في البحر غادي هذيك الصوره اللي عندي اللي ديما يخرج فرهدنا لا يرحمه لا يرحمه. نعم. شنو اسمه؟ حاتم. كنت قراي؟ مش ما نكذبش خاطر يتفرجوا فيا المعلمين وكل كنت متوسط ذكي يقولوا ذكي اما ماكش خدام نتاع قراية ولا نتاع خدمة؟ فما فرق. نتاع قراية. لا مانيش محراث نتاع قراية. أما كنت ذكي. ذكي. ديما نجح قد قد وما دوبلت حتى مرة وربح عام. خذيت الباك؟ باك تكنيك. ومشيت تعمل في الجامعة؟ ليزام. في ليزام. انستيتيو سوبيغ دي زار ملتي ميديا. تخرجت من غاديك. عملت عروض أزياء. برشا. برشا. الفترة هذيك تحب تخليها في مسيرتك ولا تحب تفسخها من مسيرتك؟ لا ما نفسخ شيء مانيش نادم على حتى شيء. لولا عروض الازياء كنت تكون موجود معايا اليوم؟ سي الديستان اللي هنا يحكم على خاطر قدر. سامي جابك من عروض الازياء سامي الفهري؟ لا. منين جابك سامي؟ عملت كاستينج. مشيت وحدك تعمل في كاستينج؟ في مكتوب عملت كاستينج. يقول لي عندي نمر وقتها نمر 84 ولا حاجه هكا. عملت اي عملت كاستينج كيما العباد الكل. داخل متشجع انك تحب تولي ممثل؟ ما جاتش لبالي بالكل، لا ما حبيتش من الاول. ما حبيتش؟ ما حبيتش. اما هو اقنعني. ما. كان هذا كرسي الطفوله مع ياسين مقمره. نسيم نشوفه على انو كرسي؟ ربي يقدر الخير. نسيم زيدية توب. كاو كرسي الحب نسيم زيدية شفيه الكرسي.
نسيم اللون الأحمر تحبه ولا لا؟ نحبه. وقتش أول مرة في حياتك صورت القلب؟ وأنا صغير نتصور معي. تتذكر؟ صورته الحد ولا صورته كيكة؟ ليه هكيكة نخربش؟ تخربش؟ نخربش. أنت عاطفي؟ أنا عندي كنت عاطفة. قديش عمرك تو؟ تو عمري 24 سنة. 24 سنة. أول قصة حب وقتش؟ قديش كان عمرك؟ ما عرفش صغر حب صغير ما 13 سنة. 13 سنة؟ تلوج على بنت الجيران، على واحدة في العائلة، على طفلة تقرأ معاك في المكتب؟ والله وقتها مصيف في قليبيا وشفت طفلة في البحر عجبتني تدربت فيها مشيت حكيت معها. عمرك 13 سنة؟ 13 سنة حاشو بسيف نلقى في الكريم. ايه؟ كاو صغر. كي كبرت شوية تبدل الحب ولا ليه؟ بالطبيعة قد ما تكبر قد ما شو تعلمت من تجارب الحب؟ اللي توا ونزو ماما معناتها نحب نحاول نركز أكثر على كاريري أكثر منه حب أكثر منه علاقات أكثر منه كل شيء. يجيوك برشا رسائل حب يحبوا إبراهيم. كيفاش تتعامل معهم الناس هذوما؟ تبلوكي تجاوبهم؟ والله كي نجم نجاوب شو تجاوب؟ تقول لهم ليه؟ شنو ليه؟ أنا مرتبط؟ ليه ما جاوش عباد يخطبوا فيا الحق ما جاوش معناها أما يبعثوا لي ميساجات نتاع نحبك نموت عليك محليك نقول ميرسي نقول عليكم الصحة. أنت بوغوس بيقولوا لي ساعة يقولوا لك وقتاش عرفت الحب؟ الحب 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 مرش 4 سنين التالي بنت جيران؟ لا بنت الليسي؟ لا تخدم معاك؟ بون خدمنا شوية مع بعضنا. حبيت واحدة من مسلسل خاطر كبرنا وتفرقنا فما ديستانس فما برشا مشاكل ما كملناش. انت تفهم مجالها وهي تفهم مجالك. خدمتوا مع بعضكم. شنو اللي يخلي علاقه تفشل وقت اللي انتم مزوز تعرفوا ممكن اكثر بعضكم. حاجه ديستانس معناها خاطر هي متخرج هوني تقرا البعد يفرق بيان سيو يفرق ويعمل برشا مشاكل زاد شك ولا ليه ما كانش عندنا برشا شك في بعضنا بالعكس مغيار ما برشا ثقة مغيار شوية نجم اليوم نقولوا اسم الممثلة اللي كنت تخرج معها ولا ليه ليه بكشي ما تحبش أنا زادة ما نحبش بعدها عرفت حب ولا ليه لا بعدها قعدت نخدم على روحي الحق شو معناتها وجهت هكا نظرك وقلت وجهت اما بالطبيعة واحد كي باش يحب مش باش يشاور روحه يعني باش نحب هذاك اش حب ما تعرفش شنو ينجم يصادفك في المستقبل اما توا ماذا بيا نركز اكثر على كاريري كما قلت لك على شنو تلوج في علاقة؟ تلوج على علاقة متاع ثقة متاع حب متاع معزة متاع قدر من الوسط نجم ترتبط؟ هاني قلت لك ما تنجمش تعرف تنجمش تعرف نسيم كرسي الحب كيفاش لقيته؟ طبعا نسيم زيدية على كرسي الحب نضال السعدي علاش أنا كرسي الشوك ساعة قبل كل شيء هو ما اسموش كرسي الشوك برك اسمه كرسي الشوك والنار
فرحتني. في الكرسي هذا انا باش نولي بسم الله واحد من الكارهين نتاعك، من الهيترز. كيما عندك معجبين ما عندك دي هيترز. فهم اما الحمد لله يا ربي تسمى ما فماش برشا. الحمد لله يا ربي نبارة يفهم. الحمد لله يا ربي تسمى ما فماش برشا. على انستغرام تبلوكيهم تفسخهم؟ لا تخليهم كل واحد يقول اللي يحب عليه. في حدود؟ في حدود كلام زايد. فوالا اون فوا نشوف كومنتير فيه كلام زايد نفسخ الكومنتير جو بلوك لا بيرسون. واضح. نضال السعدي ما تنجم تعمل كان ولد مفيدة، ما تنجم تكون في التمثيل كان ولد مفيدة. اللي عملته في مسيرتك الكل هو مواصلة لولد مفيدة. أنت فقط ولد مفيدة، نقطة وارجع على السطر. اش باش نقول لك؟ إذا أنت شنو تخمم؟ أما ميسيرش خنذكرك اللي أنا أول فرصة عطاولي في السينما البرسوناج والبريستاسيون معناتها الغول اللي عملته في السينما خذيت به جائزة أفضل ممثل في الفيستيفال انترناسيونال تاع مراكش، جائزة أفضل ممثل في الفيستيفال دو سينما تونيزيا، وهذا ماهوش دون لو رول دو بايرم. بالغول الآخر اللي عملته بخلاف السينما وبخلاف بايرم اللي هو شمس في مكتوب خذيت جائزة أفضل وجه جديد. ما كان انت ما تشوفني كان في بايرم سي كو بوتيتر عجبك بايرم وما تحب تشوفني كان في بايرم وما نجم كان نحترم حتى المخرجين نحترم تا فيزيون. حتى المخرجين اللي عيطوا لك عيطوا لك بعد ما عجبتهم في دور بايرم. ايه عجبتهم في دور بايرم. بايرم هو الدور نتاعك دور بيان سور سي لو رول دو ما في معناتها بور لانستون بايرم شو 5 سيزون وسكسي كيف ما هكا الناس تجيك الناس تجيك للمسرحيه تلوج على بايرم داخل مسرحيتك. لا الناس كي تجي للمسرحيه ماهيش تلوج على بايرم. نضال سور سين حاجه، بايرم حاجه اخرى. يصفقوا نضال ولا يصفقوا بايرم؟ يصفقوا نضال معناتها انا كي نخدم سور سين مثلا هو كان غابور مع بايرم. معناتها النضال سور سين ما عنده حتى علاقه مع بايرم. جو في ان كلان دوي للمسلسل في السبيكتاكل نتاعي. جو في ان كلان دوي للمسلسل. سينو تو لو ريست ما عنده حتى علاقه مع بايرم. انت الظاهر انك تحب برشا الجمهور نتاعك والفان نتاعك. اما انت الظاهر اللي نحب برشا ظاهر نظاهر. اما انت عندك تصرفات ماهيش باهيه مع الفان نتاعك. طفلة مريضة بالسرطان قصت لك تذكرة ورفضت انها تعمل الشيميو باش تمشي تتفرج فيك في سبيكتاكل. بعد العرض الطفلة هذه حابة تتصور ما نجمتش توصل لك. نجم نوقفك لهنا؟ أول مرة تسمعها الحكاية؟ شنو أول مرة؟ نجم قلت لك نجم نوقفك لهنا؟ وقفني وين ما تحب. الطفلة هذي اللي تحكي عليها اسمها عزيزة ونحييها برشا ونسلم عليها برشا. عزيزة نحييك. جو بونس لي ستاتيو اما مو كتبت ستاتيو دار برشا اللي هي تشكر فيا اللي انا معناتها ما عندها علاش تشكرني. وقت عملت عرض في سوسة بعد مشيت نعمل في عرض في صفاقس وانا في الثنية من سوسة لصفاقس باش نعمل عرض مربش في التليفون في الكهرباء نلقى ان ميساج نتاع الطفله ذي اللي اسمها عزيزه وقالت كتبت لي قالت لي نزار اني حبيت جيت للسبكتاكل نتاعك وما مشيتش للشيميو نعمل شيميو باش نمشي للسبكتاكل نتاعك وما نجمتش نعمل معاك تصويره. رجعت بعد الدات نتاع صفاقس مشيت لها بالذمه لسوسه قلت لها اعطيني نمروك وين تسكن. مشيت لها لدارهم دخلت لدارها قعدت مع عائلتها عملنا برشا تصاور برشا فيديوهات وروحت. اي جو سو ان كونتاكت ريغولي معاها ونحياها برشا. دونك الحكايه هذيا ما نعرفش كيفاش دارت مي العباد بوف فيريفيي ودايوغ يظهر لي حتى فما جريده ولا ما نعرفش شنو كتبت لخاطر هي على فين بيبليكاسيون انا معناتها جي با كومونيكي عليها الحكايه مي هي لا كومونيكي وشكرتني وما عندها علاش تشكرني. سي لا موندغ دي شوز
ويظهر لي العباد اللي تبعوا فيا واللي فان يعرفوا يعرفوا علاقتي معهم، يعرفوا قداش جو كونساكر دو تون نجاوب، قداش جو كونساكر نعدي وقت معناتها نجاوب ونشوف شنو يبعثوا، جو لي رميرسي وكل شيء، ونعاود نشكرهم مره اخرى. فما بليزيور جروب، فما بالحق جيش كبير، فما نضال سعدي تيم 450,000 فولوور مش مفهومين ستجيب. برشا اي برشا الحمد لله يا ربي، مي برشا. مي ان توكا تنجم تو بو تو مو روبروشي، تنجم تلوم عليا برشا حاجات، اما اني انا علاقتي مع لي فان ولا ما نجاوبش ولا هذايا حاجه مستحيل مش انا، هما يعرفوا وانت تعرف تستاهل كل نجاح الدنيا. واللي كتب السؤال هذايا نخيلو يعرف تستاهل كل نجاح الدنيا. نضال السعدي على كرسي الشوك. هذه لعبة سربيني، لعبة سربيني أولاد مفيدة ثلاثة موجودين معاكم، أربعة كيسين، كل كيس موجود فيه مسحوق سبيسيال، مطالبين إنكم الكيس توصلوا لهنا الوحدة من الجميلات الموجودين هنا. نبدأ كل واحد كيس متاعه يجيب الكيس متاعه. نضال، نسيم، ياسين، كل واحد كيس. الكيس ما يلزموش يطيح، يلزمو يمشي معبي الآخر نقطة. واضح؟ البنات حاضرين؟ حاضرة. غمر عليك. هاي للاستقبال. نعطيكم التوب ها؟ فات. فات. ما فاتش. فات. هاي. هاي. هاي اللي بعد. اللي بعده؟ ياسين هاي. فات. لا لا غلطته. فات 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 فات. 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 نحطه. شنو هيدي لو بوت ما هو الكاس يلزمو يقف هنا. واضح اوكي يلزمو يقف هنا. هاي نسيم هاي قرايد العش طاح ما طاح على جنب باهي هنا سي بون نحطو ثلاثة خاسرين. واضح نسميهم نجربوا اللي بعد. حاولوا تو تعدلوا الضربة نتاعكم على الأقل الكاس يقف وحده في النيفو معقول أنه الطفلة تنجم بيدها تهزه. نجم تهزه بيدك ولا لا؟ لا ما علاش تهزه بيدك؟ غير ما تجيه على جنب. خليه مش يكثروا بالاخر باللي بعد. نجم ولا اوكي خلي خليه غادي. تو لازم ياسين يفوتني من غير ما يطيح كيس. باهي. سي بون خليه غادي خليه غادي خليه غادي هاي بلاصتو. باهي انا الاخر تو ياسين الاول نسيم الثاني. ياسين الاول نسيم الثاني انا لخ. نسيم الثاني اما خليه الكاس غادي خليه غادي باه اكسيدونيت شوي باه هو مسحوق 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 هاي يلا نضال هاي لا طاح 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 اوت اوكي لحظه برك معناتها كي نجيب هوني نربح انا ما نعرفش بشويه هذه تو تتعلم ما نعرفش بشويه على هذاك عملنا لك اللعبه هذه ياسين ياسين برا نسيم فوت ياسين نحي هذاك نحي اللي ضرب اللي ضرب اللي لا 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 رجع هذاك رجع ايه تبع اللعبة واخرت فيه شوية وياسين هو اللي ربح هنا الاخر كيسين الاخر شقلب الدور حدا هاي ترى نضال ترى اقول لك انا الاول انا تو ديجا انا الاول بي معناتها هي اللعبه شكون يجيب كيس واقرب معناتها نشوفوا على الكيسين الكل شكون يجيب كيس واقرب هكا وبرا اقول لك حاجه لا ما تقول حتى شيء برافو عليك صحيح يلا طاح 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 طاح
في اللعبة هذه للأسف ربح نضال السعدي. للأسف. سربيني. سربيني. كانت هذه لعبة سربيني. دونك يعطيكم الصحة الأولاد. ميرسي بوكو. سعيد جدا باستقبال واحدة من نجمات رمضان 2020، سعيد جدا أن تكون معايا المايسترو بتاع مسلسل ولاد مفيدة الجزء الخامس المخرجة سوسن. وأخيرا سوسن مرحبا بك. بيك عايشك سوسن الجمني. بديت مساعد مخرج مسلسل تعرفه مليح، أما سناء عام استثنائي على خطر نتصور مسؤولية. صحيح، مسؤولية كبيرة. وين حساسية المسؤولية؟ خاطر لو باران دو بروجي ماهوش موجود. هذا اول حاجه، معناتها العبد اللي هو الفكره الاصليه نتاعو كل ماهوش موجود. دونك سي با ايفيدون. فما خاطر حتى قبل كي نخدم معاه القرارات الكل كانت ترجع له الكلمه الاولى والاخرى اللي هو. سامي فاهم بالطبيعه، فهمت؟ دونك نتشاوروا من الكلمه الاخرى اللي هو. توا يلزمك انت تتحط في وضعيه اللي انت يلزمك تقرر، فهمت؟ تقرر تعمل لي شوا، تقرر شنو باش تعمل، هذاك باهي هذاك لا، نعمل هكا مش هكا. دونك صعب كله غادي، فهمت؟ او ميم طون يلزمك ديجا هي باش تعجب سامي مسؤوليه، ديجا كي خاوي فيه زعما باش يعجبه ولا هذيك مسؤوليه كبيره. انت تصور وتقول زعما يعجبه ما يعجبوش. اي بيان سور، سي سون بروجي. متناغم مع المواسم السابقه. اي بالطبيعه ديما خاوي هكاك. وثاني حاجه بالطبيعه الجمهور اسكو باش يعجبهم ولا لا، خاطر اربع اجزاء عجبت العباد بالكدا. ديما كان نجاح ولاد مفيده، ما عمره ما كان فاشل في حتى جزء. دونك عشت لحظات صعيبه في المسلسل هذايا؟ اوف ما عشت كان لحظات صعيبه. هاي نبدا قداش ولد سيس هكا في البلاتو عيرود مسيب. لا تو يطلع العيرود اكثر واحده في الصاله. هي تقول لك باش نعمل هد عليه واعمل واعطيه. هي راه اليوم عندك الحق باش تفرح. الحمد لله. ولاحظت انا حتى نقرا في التعليقات نتاع الناس، اول حاجه الزملاء حتى اللي في القطاع معاك مخرجين مساعدين مخرجين ممثلين كلهم تبارك الله نلقى شبه اجماع. خلينا ما نكونش نقول شبه اجماع، سوسن نجمني برافو سناء، عملت خدمه باهيه برافو سناء. صعوبه الموسم هذا منين جات؟ اول صعوبه. اول صعوبه والله مثلا انك تتحمل مسؤوليه كامله، معناتها من الاول للاخر، معناها فهمت؟ هذيك اصعب حاجه. وثاني حاجه صارت برشا معناتها مشاكل كيما لي تورناج الكل بيان سور يصيروا برشا مشاكل، اما صارت لي حاجات بون كبار شويه. دونك اش صار؟ اما الحمد لله ديما شاك فوا نلقى حل. احكي لنا اش صار؟ باش تعرف نبدا. باش نبداو؟ نعرف باغ اكزومبل اول حاجه، اول شوك بو موا اللي هي دار مفيده، فهمت؟ دار مفيده. معناتها دار مفيده احنا كات سيزون نخدموا فرد دار والناس الكل تعرفها وهي ليدونتيتي نتاع المسلسل. دونك قبل بنهار ما نصوروا فيها يقولوا لي لا امبوسيبل ما نجموش نصوروا فيها، دونك لازمنا نشوفوا حاجه اخرى. دونك هذاك الشوك الاولاني اللي كليتو، فهمت؟ اي اي خاطر خفت 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 العباد ما تعقلش الدار، خفت قلت المسلسل من توا يظل باش يفشل وسي وانا حاسين برشا حاجات. معناتها الدار اللي صورتوا فيها الموسم الخامس ماهيش هي الدار. مش هي جم. اما الحاجه الباهيه شنو اللي اليوم انا ما لقيتش من غدوة لقيت دار وجي فلاشي عليها ديريكتومون، معناتها اللي شفتها عجبتني برشا، هذيك اللي صورنا فيها دايور سنين. معناتها ما حسيتش فما فرق كبير ما بين ما ركزتش معناتها. اي دايور العبيد ما حكيوش الجمله ما ردوش بيها. اعطيني اتحفيني. الدار الثانيه دار الحاج، دار الحاج اللي عاملين صورنا فيها عاملين وتبدل زاد كيف كيف قبل بنهار. اما المره هذه فما نضال قاعد بجنبي قلت له مشكلة دار الحاج وين ندخل لها دون دو جور باش نصور. يا اخي قال لي تيان عندي راه دار تشبه وراني وياسر حلوه الدار، فمعناتها طلعت ليماج هذه اللي صورنا فيها سنين. اي دونك سافا هذوما زوز مشاكل تحلوا معناتها في تحفيز. اما مي اونتر تون ما تحلوا واحد برشا صب وخوف. جات الكورونا. جات الكورونا هذه الايامات الاولى نتاع الكورونا قبل ما يجي القرار بوقف التصوير. وليت نكمل في لي سيكونس المهمين، اعطيني المشاهد الاهم مشاهد نصورهم فيسا. نظم الحكايه نتاع المسلسل، نحيت برشا حاجات، جي ساكريفي توت ان اكس كبير، فهمت؟
اللي هو نتاع ايمن دي سيكونس كبار وزاده كيما سيكونس تاع الباتو احكي لهم زاده سيكونس الباتو اللي باش حكيو عليها مالغري ما تصورتش مي حكيو عليها سيكونس ليات نتاع بايرن بعد ما نقول النجله انا ليه نحب الفلوس نستحوذ عليهم وكل شيء نورمالمون جوست ابخي تلقانا في اليوت ما باش باش بور مونتري لو بيرسوناج تاع بايرن قداش يتبلعت وكل شيء اون افي اون سيكونس بريفو في اليوت انا والولاد تري تري بيل سيكونس مكتوبه بكدا مزيانه على الاخر وكل شيء ما نجمناش نصوروها ما نجمناش زاد نمتعوا العباد بدي سيكونس كيف ما عرس ياسين فما حاجات يمتعوا العباد يشيخوا العباد اللي ما نجمناش نصوروهم في جراء كورونا كيفاش الديريكت كيفاش رقعت كيفاش عملت اوف والله وقتها عاد الخبره والسنسيبيليتي تتدخل معناتها لازمك تلقى حلول وكها وفهمت لي انا ظهروا لي في وقت هذوك الحلول و... والحمد لله نقول الحمد لله سافا معناتها تسمى سلكتها انت تصور و... وعارفه روحك انك تصور في حاجه باش تنجح باهيه ولا عندك الشك ديما عندي الدوت عمره ما كان نهار انا كان ما نخمم نهار نعمل حاجه هما يعرفوني حتى الاولاد كان صوروا سيكونس ما للنهار الاخر وهي تبكي وتقول لا حتى المسلسل نرجع وسيء والحلقه الاخرى لا هذه مش باش تعجب لا هذه يا سوف سنسي بون يا دي خوت كيفاش مش باش تعجب جامي كونفانكو حتى لي نحن عمرها ما تقول لك سي بيان ديما ديما نقول عمرها ما تقول لك سي بيان سي كونفانكو ما هذه اللي تعلمتها من عند شكون هذه بقى سيني هذه زاد في لا ميم شوز عمره ما يقول لك بيان ودائما ربي نحب نواجه له تحيه كبيرة برشا ونسلموا عليه برشا وربي يخلص وحده ربي يخلص وحده دو ما بار والممثلين الكل والاكيب الكل دايوا وكها وان شاء الله نكونوا وصلنا الامانه بالكدا لبلاصتها بصاب هو دونك معانا بصاب هو اللي مش انا مش عندي قررتوا من الاول 20 حلقه ولا كانوا اكثر هما معناتها كنا بريسك باش نوصلوا 30 الحقيقه معناها فهمت في الكتيبه كنا اكثر من بعد ما قلت لك نقصنا برشا حاجات نقصنا دي سيكونس برشا خلينا كان لي سيكونس المهمين اللي هما في الخرافه ما يلزمهمش يتنحاو باش تتفهم الحكايه وصلتوا لمرحله المسلسل ينجم ما يتعداش رمضان 2020 اي كما الناس الكل كما الناس الكل قلتوها بينكم وبين رواحكم قلناها وقفنا معناتها احنا وقفنا معناتها احنا الحاجه الباهيه شنو احنا ديجا خرجنا بكري صورنا معناتها كي جيت حكيت الكورونا مازالوا شويه حاجات فهمت اللي بارابور الخرافه كان اكثر بيان سور باش نكملوا 30 ايبيزود سيتي بيان دونك الحمد لله باش نحكي على بعض ما قيل وخلينا نبدا بالحلقه الاخرى ساق بكل شيء هذا السؤال نهايه المسلسل دخلت الناس كل بعضها هذاك المطلوب هذاك المطلوب اسمك تخلي العباد تتسائل تخلي العباد شيخه تخلي العباد تلوج تخلي العباد تخمم معاك هذيك هي معناها يلزمك هيك بيرم يحلم ولا لا السيده المخرجه؟ ما نجمش نجاوبك على السؤال هذا كان فما سيزون 6 كان نجمنا نعمل سيزون 6 تو نجاوبكم كانش معرفش الاحكام اللي سمعناها حقيقه ولا خيال؟ ولا حلم؟ حاج موسى الحاج هي مربوطه الاحكام معنا يحلم ولا الاحكام هي هي انت كاركت عليهم تو هذيك شفت او ما جاوبتنيش على السؤالات هذوك من وقتاش يحلم بيرم من وقتاش تعدى اللي بعد من, من وقتاش انت تتمناه يحلم تعدى اللي بعد امبوسيبل ما جاوبكش جاوبش نجاوب فهمت علاش ما سكرتش بمشهد العقاب خاطر احنا ديما وسورتو سامي معناتها ديما يحب النهايه المفتوحه ديما فما الامل ديما فما الحلمه ديما فما معناتها هذاك ديما ان برانسيب معناتها في لي بروجي الكل فهمت الاولاد حكيت انا وياهم وحتى بعد شوي باش يكون معنا فتحي هداوي حكيت معاه في الكواليس قال لي نتمنى جزء سادس الاولاد قالوا نتمنى جزء سادس الجمهور انا على انستغرام تاعي قلت لهم بمجرد فات الحلقه قلت لهم خلينا نلعب انا وياهم أولاد وفيدة ستة نعم ولا لا شوف النتيجة وين وصلت وراو شاركوا فيه تقريبا 50,000 شخص شفت في الفيس 77% يقولوا نحبوا على أولاد وفيدة جزء سادس أي والله صافي بليزير هو راه صافي بليزير أنت كمخرجة تحب أولاد وفيدة جزء سادس ولا لا؟ والله كان يبدا عندنا نص في مستوى الاجزاء اللي فاتت هذيا الكل بيان سور نحب ما يغريكش نجاح الخامس كل شيء ما مربوط بالنص ما يغريكش نجاح الخامس باش تعمل السادس
هو يغري ويخوف أكثر راهم. يخوف أكثر. أصعب حاجة أنك باش كل مرة تزيد سيزون هذيك الأصعب. سوسن وقتاش القرار تنوي تاخذه؟ على الأقل خليني ناخذ معلومة من عندك. وقتاش مش القرار؟ مش أنا ناخذ القرار، سامي معناتها هو اللي ياخذ القرار، والقرار اللي باش ياخذه احنا معاه بالطبيعة فهمت. باش نعمل معك لعبة. لأنه بعد انتهاء الحلقة برشا اقتراحات جاوك. في اللعبة هذه عنوانها السيدة المخرجة تشري ولا ما تشريش؟ أنا بالأخضر نشري وبالأحمر ما تشريش. أنت كارك حط معناتها التصويرة نتاع بايرن ما نشريش والتصويرة لا لا هاني جايكم. المقترح الأولاني بالكل ولاد مفيدة الكل في الحبس، كل واحد فيهم باش يخلي صغير، مفيدة باش تربيهم تعمل بهم رمضان الجاي أحفاد مفيدة. المسلسل تشوالي أحفاد مفيدة، تشري ولا ما تشريش سيدة المخرجة؟ تشريش. ما تشريش. مقترح ثاني كل جبتهم لك من فيسبوك، مفيدة تكلم منير بن صارحة ويطعن في مصداقية الفيديوهات ويخرج الأولاد من الحبس، تشري ولا ما تشريش؟ ما تشريش. لا ما تشريش هذاك ما تشريش. المقترح الثالث بايرم خذيت عينه في الكاميونه وقت اللي مشى يجي في الزطمه واللي صار الكل في الحلقتين 19 و20 هما كلهم حلمه، تشري ولا ما تشريش؟ ما نشريش. بايرم يشري. ايش يعلق على ذيك؟ ما نشريش ما نشريش. به المقترح الرابع الاولاد ثلاثه في الحبس غادي يتقابلوا يخلط عليهم الحاج بوبكر ولد اسماعيل، العداله باش تاخذ مجراها، الاحداث الكل تولي باش تصير في الحبس ويولي عنا اولاد مفيده ثلاثه في الحبس بريزون بريك ومن الحبس تنطلق اللي باش يهرب واللي باش يقعد. والله مش خايبه الفكره. مش خايبه. وخرجوا لكم الافيش. ما صعب علاش ليه نعمل حاجه زين ذكري معنا مشكور. خرجت لكم الافيش هذيا. المسلسل ناجح بالارقام كنت نحكي، لكن فما بعض الانتقادات. الانتقادات اللي تتابع كل عمل. انت كيفاش تتعايش معاهم الانتقادات هذوما؟ انت تصور قد تخمم فيهم ولا لا؟ والله ساعات تخمم ساعات لا، ساعات تتبع الاحساس نتاعك وتتبع شنو معناتها في دراماتيكمون شنو لازم يصير، معناتها اكثر من اللي تعطي احكام ويلزمني نعمل هكا ويلزمني نعمل هكا. النهايه حكمه عبره؟ حكمه وعبره و ايش حبيت تقول في النهايه؟ سيدة المخرجة اللي عمل لي خلص فوكا هو هذيك اهم عبره يظهر لي خذاوها حتى العبيد معناها اللي ان توكا مش ساهل باش متك تعمل حاجه وتار باش تخلصها كيفاش وقتاش وعلاش هذيك يبقى عاد تو ديبون كل واحد شنو عمل. ستيلوك وقت اللي تكتبوا في النهايه كان فرحان؟ انا نقول اخي بحاجه انك باش تحكم على عبد، مسؤوليه انك تحكم على عبد حاجه خايبه، ما تخلي كو دير انت كمؤلف باش تحكم على لي بيرسوناج نتاعك في فينا اثنين باش تهزهم. دونك ما نتصورش كانت سهلة معناتها باش واحد يحكم عليهم بالاعدام والحبس وكل ديسيزيون صعيبة. وقت اللي دخلت الهيكا وقالت ماذا بينا لو كان المسلسل الوقت نتاعو يتقدم للقدام، رجعت للمونتاج نحيت حاجات؟ عملنا مراجعة شفنا حاجات اللي حتى اللي كنت تقلق شوية نحيناهم، معناتها مراعاة القرار اللي كان اللي نحترموه بالطبيعة وكها وما تعملنا مراجعة. هو لفت نظر. مش هو لفت نظر. اي لفت نظر. اي لفت نظر. خلينا بعين الاعتبار لفت ايه وراجعت ايه كل شيء ونفذنا القرار. حتى الحلقة الأخرى وخرتوها العشرة متاع ليل ساعة ناس عاشت على أعصابها ليلة كاملة معناتها نقول لك. فهمنا رواحنا. وثم من بعد قالوا ما شفناش حاجة مخطرة برشا تخلينا نستناو العشرة متاع ليل ونحطوا عليه إلا 12 سنة. كان سي اسي شوكونت ليماج دو نيدال الشنقه ما تاخذ في العمر معناتها تنجم البو شوكي. دونك احنا بعدنا قلت لك منطلق مسؤوليه قبل كل شيء، واحد ما يخليش حتى مشكله تصير ولا حاجه تقلق العبيد من بعد. باش نعمل معك لعبه اغزر لي توا ولا انا بهذه اللعبه هنا سي اغزر لي ليانا هذوك انساهم انساهم به شكون فيهم أكثر شخص منضبط في التورناج؟ ثلاثة 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 شكون فيهم فادليك برشا في التورناج؟
الاولاني نضال والثاني ياسين. شكون فيهم ثلاث نسيم؟ شكون فيهم اللي سناف فاجئك تطور برشا؟ نسيم بالطبيعة. نسيم. نسيم بالطبيعة. شكون فيهم حفاظ؟ شكون لحظته شاهد؟ شكون فيهم حفاظ برشا؟ نسيم. شكون فيهم يمبروفيزي برشا؟ حتى واحد. يرتجل. مي براتيكمون حتى لا. واحد. شكون فيهم عنده ديما اقتراحات وعنده ديما ما يناقش في شخصيته؟ نزاع. ونهار قبلت له بروبوزيسيون ديما حاصل. شكون فيهم الأقرب لقلبك أنت؟ أقرب أنت لقلبك. الحقيقة والله ثلاثة ثلاثة يعني الحقيقة أقرب لقلبي ثلاثة. حتى واحد أخرى توكاو. ثلاثة ثلاثة. مي أكثر 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 عبد هو ياسين. ياسين. أكثر شوية. أكثر شوية. نبعد نمشي لهنا. أكثر شوية ولا لا. أكثر شوية أكثر شوية. به فما برشا فنانين تفاعلوا مع المسلسل، نشوفوا التعليقات. نوال غشام أقوى عمل درامي أولاد مفيدة بدون نزاع. لهنا حتى الفنانين تفاعلوا وكانوا يتفرجوا. ألفة برمضان ملا أولاد مفيدة برافو. هذوما ناس ما عندها فنانين. زازا نهاية أولاد مفيدة حكمة، فعائلك تخلصهم دنيا والآخرة، وقلب الأم حتى كان ولدها قتل أرواح عندها هي ولدها ما عمل شيء. لهنا الناس ركزوا على الحكمة، لكن في نفس الوقت فما وجعة إنه الأولاد نالوا العقاب. هما كلاسيك الحكايه، مي لي بيرسوناج هذوما اللي يبداو الميشون جينيرالمون يتحبوا راهم فينالمون كيما جوكر. احنا ليكزومبل فيلم جوكر، دونك شكون ما يحب الجوكر معناتها كي تفرج فيه مالغري اللي عماله كبار، دونك قتلوا درو ما يتحبوا. دونك ولاد مفيده جو بونس اكزومبل باهي الحكايه هذه، معناها مالغري اللي عملوه كل ما هما خاطر يعرفوا، خاطر العباد مست الكوتي هيماني فيهم بارابور لبعضهم، حبتهم لبعضهم بارابور محبتهم لامهم، كيفاش يقدروا المراه سورتو. معناتها برشا حاجات. باش نكمل مع لي سيكونس القويين، نضال اقوى سيكونس صورتها هنايا؟ اقوى سيكونس يظهر لي سيكونس اللي مع سماح في الحلقه الاخرى. يظهر لي اطول سيكونس في المسلسل 12 دقيقه. يدخل معز وبعد صحيح يخرج معز، هذيك فما تكوير واحد وكل شيء، من بعد يخرج معز تدخل سماح وكيف كيف. كيفاش عديت السيكونس هذيك؟ وانا بخي اون جورني كامله، نهار كامل هذيك بوغ تورني لا سيكونس هذيك. تبكي تبكي؟ نبكي بالحق، دموعك بالحق غادي؟ هاي تقول لك هو الحاجه اللي باهي في نظام، مش خاطر بكي خاطر تنجم تبكي وقتها، اما انك باش تبكي نهار كامل اشاك فوا معناتها تقص وتعاود ترجع للليتا هذاك ويلزمك تكمل، خاطر تعرف احنا مش مصوروها كامله، معناتها فما ديكوباج يصير قصان تركيب ضو حاجات هكاك. دوك يلزمك تقعد فردتها ما فطرتش نهارتها باش ما تخرجش من الليتا، عرفتي قعدت هكاك نهار كامل. سوسن الحقيقة ملي دخلت معناتها فسرت لي اكزاكتومون سكيل فو دون كيل ديريكسيون نمشيو، معناتها بالحق سيتي اون سيكونس اللي هي صعيبة برشا ووقفت معايا سوسن كوم الفو باش تخرج هكاك. بعد ما كملتها هذيك السيكونس خايف منها، تقول لك سوسن نقرا في القرآن قبل ما نبدا نصور، قريت القرآن الكل قبل ما نصور وواحد خايفين الزوز معناتها. بعد ما كملتها لو سولاجمون لسولاجمون و جو بونس تحس معناتها تحس كان انت معناتها كان سلكتها ولا لا. نسيم اكثر سيكونس نتصور نتاع الحلقه الاولى والحلقه الثانيه اللي خويا مازال فيهم كي تتغر وفيهم برشا ايموسيون معناها وفيهم برشا خدمه. تعبتك هذيك؟ تعبتني برشا وسوسن عاونتني برشا عليها باش قديتها هكاك، ديجا جاوني برشا ميساجات على السيكونس هذيك. ياسين اقوى سيكونس؟ يظهر لي زاد كيف كيف البارتي الاولى الكل، خاطر هي معناتها الديماراج تاع المسلسل هو البلوز امبورتون اللي مش يشد العباد، دونك يلفو اسيغي وقتها باش من بعد تخلي المشعل النضال يكور. سوسن اكثر سيكونس تعبتك في التصوير؟ مش حتى سيكونس ما تعبنيش في التصوير. فما سيكونس ياسر صعب معناتها ياسر معناتها تعبوني كيفاش لازم نخرجها بالكدا. فما سيكونس لطيفه القفسي. وخليني نوجه تحيه للفنانه القديره لطيفه القفسي، تبارك الله عليها. برافو مبدعه لطيفه يعطيها الصحه. ورات انه
ورات انه ما فماش ممثل بطوله. لا يكفي انك برشا العبيد سيكونس هيدي تقف قدام برشا سيكونس تقف قدام الكاميرا بنص باهي بوضعيه حلوه بمشاعر فياضه الناس الكل تحكي عليها معناتها. نحب نشكركم الناس الكل بالحق شرفتوني اليوم ونورتونا نورتوا البلاتو. نشكر بشكل خاص نسيم النضال اولادنا وديما بحذانا. ما نشكر ياسين لازمني نشكر انا زيدا. اول حاجه باش نشكر ليكيب الكل بالحق معناتها الناس الكل اللي خدمت في ولاد مفيده من قريب ومن بعيد الممثلين الكل. نحب نشكر سورتو عمر بوحوله معناتها اللي بالحق لامسور نتاعي معناتها مع بعضنا جوسكو بو معناتها الاخر نهار في المونتاج الديفيزيون واحنا مع بعضنا معناتها ما وقفناش حتى نهار. نشكروا برشا 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 وليكيب الكل بيان سور لي ديبارتمون الكل ماشينري ايماج ماكياج كوستوم ريجي و سورتو نشكر زيدا اوسي بيان سور فاضل بن عمار وخالد الصديق جماعه برودكسيون الكل والبوست برود سورتو خليل بن مصباح المونتور اللي وقف معايا برشا 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 برشا. ياسين انا يعرفوني شكون نشكر العباد من غير ما نقول. اما لا اما لا بالحق اما ليكيب الكل يعطيهم الصحه سونز اكسبسيون زاد ترى ثم عباد تعداوا فترات ياسر خايبه من المرض والكوفيد 19 هذايا والبريسيون والدنيا الكل معناتها اما مالغري سا بقلب ورب خدموا في اولاد مفيده وحطوا الجهد نتاعهم الكل مش يخرج ابخي والنتيجه كانت مشرفه. نسيم كيف كيف نحب نشكر ليكيب الكل معناتها بالحق على الضحكه المزيانه حداك تدخل البلاتو الكلمه الباهيه كله معناتها يعاونك باش انت تبدا في ايتام مركز باش تخدم هكا هو عرفت ما فماش كالكورون الخايب اللي ما يتعداش. دونك تحيه كبيره لليكيب ونشكرهم برشا ساوسن زاد سورتو عاونتني برشا في ديريكسيون داكتور وفي كل شيء تعبت برشا معنا السنة يعطيها الصحه ميرسي ساوسن عم بوزينك. ونحب نشكر برشا 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 سامي اللي كان مش هو راي الحلم نتاعي ما تحققش وراني مانيش قاعد هوني تو بحداكم وراني ما وليتش نمثل ميرسي بوكو سامي وان شاء الله ربي يخلص واحد. نضال كيف كيف انا الاخر دوك باش نعاود برشا كلام نشكر ليكيب نتاع ولاد مفيده الكل سونز اكسبسيون. نحب زادا جوست ما تعطيني جوست دو مينوت ما يسالش جو بونس كو سوسن نحب نقول عليها كلمتين على خاطر بالحق معناتها سوسن الا دو سو باتخ كونتر برشا حاجات في التورناج على جويت خفوخت فما الكورونا فما كي جينا باش نصوروا سامي دخل الحبس فما الاسيستونت نتاعها اميمه بعد اول جمعه نتاع التورناج عملت اكسيدون كبير ونحيوها ونقول ان شاء الله ربي يشفيك فما ديكور دار الحاج نحا فما ديكور دار مفيده بعد جات الكورونا من بعد انا بيردو لانجينيور سون نتاعنا سكريبت فما ناس خرجت في جراء الكورونا معناتها انا بيردو عبيد من ليفيكتيف ومالغري سا يفالي سو ديبروي روبوندير وكل شيء. Elle a été forte. On la remercie, Zeda Ahna Loulid, Mata et les acteurs, le Kul, de manière générale, à la Wakfata Mahana. Nous sommes Zeda Labid, Litfar Joufin, le Kul, ou les Chakrouna, à la Khatrtaou, de nos jours, le spectateur est très averti, ou à la faire, faire, qu'une femme, Mata Hatel, technique de réalisation, fait Kul Chey, faire Kul Chey, le spectateur tourne, si ou à la faire, ou averti. Donc, malgré ça, je vais tout faire maintenant, Blek D. Donc, nous sommes Labid, Litfar Joufin, le Kul. On est une famille, ou Inch'Allah, Doum, l'Achra Day, ou merci à toi pour ton invitation. الولاد ما تخرجوش على خاطر حضرت لكم بارودي مع مهدي أرتوان. الشخر كان فما حبس تو تلقوني السيزون جاي كيسكو في البوشام جديد في بريزون بريك للعام الخامس الحاكم ميغانس ومفيدة تنتبه هشومي خمس سنين عني وفي حلم بيرم والسؤال منين بديت تحلم يا وخايت سنين يحلم سي بيرم يا قتلو يصبحي سي إبراهيم باش يطلع ابن الصالة يا موفي حتى أنا باش يطلع منصور بل خمس سنين رمهمش شوية وبيرم
الاحساس ما ماتش تشريف وما زلنا في الجزء الاول هاو بايرم فاق فاولاد مفيد عزيز يطلع مسلسل كامل ما صار منه شيء تي سنين يحلم سي بايرم يقتلو يصبح حي سي ابراهيم باش يطلع ابن الصالة يا المفيد حتى انا باش يطلع منصور باي خمسة سنين رماهمش شوية وبايرم مقايل وكان يطلع يحلم خمسة سنين طلقان الكل ذي الرية صالحة لو كان يطلع قد أحلم كان حلقتين تنجيبو سيمون يا بن صالحة العام الجاي تسنين يحلم سي بايرم يقتلو يصبح حي سي إبراهيم باش يطلع ابن الصالة يا المفيد حتى أنا باش يطلع منصور باي خمسة سنين رمهمش شوية مهدي ارتويم يعطيه الصحة نشكركم نسكل الأولاد يعطيكم الصحة شكرا على الثقة نورتونا شرفتونا وتستاهلوا محبة الدنيا الكل بالحق ونعرف انه متعتونا رمضان كامل وراه أشهر تعب وخدمة وستريس ألف مبروك النجاح ومعطيكم النجاح ومسؤوليتكم كبيرة في المستقبل شكرا لكم تحية كبيرة سوسن الجمني ياسين بن قمرة نسيم زيدية نضال السعدي كهربة تمشي وكهربة تجي غولف تمشي غولف ست تجي الكهربة متاعنا موجودة على ذمتكم تنجموا تشاركوا في لعبة السيارة وتربحوا الكهربة هذه اللي قيمتها 77 مليون و980 سهل برشا تبعث SMS عليه حرف A على الرقم 85810 إن شاء الله يا ربي السيارة هذه تكون من نصيب واحد من المشاهدين اللي تفرجوا فينا توا حظ سعيد للجميع رمضان السنة عايد في دارك معانا تنجم تربح دار مساحتها 128 متر مربع قيمتها 370 مليون دار في إقامة الريان إيموبيليار شعبان حي النصر مع اللي كان تبعث حرف A على رقم 85811 A على الرقم 85811 حظ سعيد للجميع